ورجعنا تاني بعد الفاصل وهنشوف الانتاج مع استاذه رندا. اهلا وسهلا استاذه رندا. ده اول انتاج لا صراحه دي ثالث انتاج مسرح. مسرح. طب ليه ما اتجهتيش مثلا للميديا؟ ان شاء الله باذن الله قريب جدا هعمل. لا انا اقصد ليه اخترتي المسرح؟ اخترته عشان ابني كان حابب المسرح. هو حابب يمثل مسرح؟ حابب يمثل مسرح. ماشي. وانتجت له مسرحتين جدا. هو مثل بالفعل ده مش اول. لا مثل واشتغل واشتغل ميديا. انت دخلتي طريق الانتاج عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر عبد الرحمن، عشان خاطر ان انا اصحاب. طيب انا عايز اقول لحضرتك، هل الانتاجتي قبل كده او مثلا متوقعه من او خلينا بقى في التجارب اللي انت عرفتيها يعني، رجعت عليكي بالعائد المادي فعلا ولا انت خسرتي؟ بس عشان ما كانش كدابه. هو بصي هو ما لمتش الفلوس. ما لمتش فلوس. انت صرفتيها اصلا؟ لا ما لمتهاش. بس انا كانت فرحه الشباب عندي احسن باي فلوس. فرحه ابني عندي احسن من فلوس. حتى بعد الخساره؟ حتى بعد الخساره. وكملت وهكمل وهشتغل. هتكملي عشان خاطر عشان خاطر ربنا. ان شاء الله احنا هنجيبك المره الجايه وهيكون عندك شركه انتاج كبيره ان شاء الله، وهيكون عبد الرحمن ممثل معروف جدا ان شاء الله. استاذه رندا انا مش هقول ام مثاليه، ولكن هقول ام زي ما كلنا امهات نفسها ابنها ان شاء الله يكون حاجه كبيره، وان شاء الله هي هتكسب من اللي بتعمله، وان شاء الله ابنها هيوصل باذن الله. انا هسيبكم واقوم للفرقه والفريق الجميل وهنشوف الدنيا فيها ايه. استنوا.